معك دفتر سواقة؟ بتعرف إشارات السير؟ لا، منعطف على الشمال ومنعطف على اليمين وهيدي مطبات. منعطف خطر شمال وهذاك منعطف يمين وهذاك مطبات آخر واحد. الثلاثة اللي على الفصل الثاني. ثلاثة؟ وهون في شي أشغال. هاي الطريق بتزحلة، هيدي فيها حفريات وجور وهالأمور. هاي ما عرفت. بتعرف شو بيانو الخطوط البيضاء اللي على الطريق؟ الخطوط البيضاء اللي على الطريق اكيد مشان السير ومشان واحد. طيب شو جواتهم؟ شو بتعني الخطوط البيضاء اللي على الطريق؟ يمكن بيحدوا كل واحد كيف لازم يروح. الخطوط البيضاء الموجودة على الطريق. شو المفروض الاغراض اللي تكون موجودة بقلب السيارة؟ طفاية الحريق. كثير دولاب وتبع الطفاية والاشارات، هودي اهم شيء بالسياره والفريمات اكيد يعني. عفريت ومنفخ اذا بيلزم الامر الدولي. عده بسيطه بين يديه بيمشي حاله. واذا بده يلف على اليسار شو بيعمل؟ بيعطي اشاره اكيد، بس عندي حماتي بتسوق لا بتعطي لا على الشمال ولا على اليمين. شو هول ثلاثه؟ ما بعرف هدول، انا بعرف الاخضر الاحمر واصفر بس. لا مش حافظهم. هي انه الشارع بده يصير نارو، هي وهي، هي نارو على اليمين وهي نارو على الشمال وهي نارو على اليمين، وهون في طلعه يو كامينج تو هيل اب هيل، وهون يو ار كامينج تو داون هيل. هيدي السرعه لا تتقصل 10%. ما بعرفهم. لا عادي، طريق في طريق انزلاق. هذه ممنوع الوقوف هون يعني؟ ما بعرف، قول لي انت. لا ما عبد الله، هيدي بس تبع السكه وما السكه وصارت. يعني ممنوع باركينج وعكسير. هذا خط السير المشاة. يعني لازم يمر المشاة ولا لا؟ اكيد لا، لا احمر لا مش لازم يمروا. لم يتمكن معظم من سالناهم من الاجابه عن اسئلتنا الخاصه بشارات السير وقوانينه في مدينه اختنقت بسيارات تتكاثر بلا توقف من دون ظهور اي امل في الحلول، وازمه سير تزداد في غياب التخطيط والنقل المشترك. من الساعه 9 وربع لو طلت على وزاره العمل للساعه 1:30 يا عيب الشمس وهالبلد. الشعب اللبناني احمر شعب. يعني لبنان بلد صغير، حتى طرقاته منا يعني كبير كثير وفيها سيارات متاحه بشكل خطير يعني. والله اهم شيء انه يظبطوا الطرقات وكل شيء بيمشي الحال. هلا اليوم نحن بوضع الحفريات اللي عم تصير وكثره الناس، وكل واحد صار بده يجيب سياره لابنه ولبنته، هذا كله عم يساهم بعجقة السير. فلما بتيجي الدوله بتعمل لك نقل مشترك مزبوط، كله بيمشي حاله بالنهايه. تعتير كثير يعني الواحد بيقضي ناره على الطريق. هلا جاي من شغلي انا ساعه ونص، وعلى بكره ساعه ونص، ثلاث ساعات راح. عجقة السير شي بقرف، انه انا لازم اخذ مسافه 10 دقائق عم باخذ نص ساعه. غريب عجيب هون. زمامير، هذا بيروح من هون، هذا من هون، بدها وقت القصة. وهذا كله متعلق بوعي الناس. أنت بتعرفي مين اللي بيعمل عجلة السير؟ السيرفيسات. لأنه بيوقف واحد بيلحقوا الثاني، بيوقفوا ورا، بيسكر، بيبلشوا زمامير. السير في لبنان مشكلاته لا نهائية. زحمة، حوادث، خرق لقوانين القيادة على جميع الأصعدة. أين القانون من مراقبة المرور وتنظيم وقوف السيارات؟ والأهم تزايد عدد السيارات. نضيء على هذه العناوين وغيرها في قضيتنا لهذا الأسبوع. فاطمة قاسم.